والذكر هو الصلاة لله سبحانه وتعالى، والدعاء إليه والثناء عليه. قال أبو العباس: الذكر هو الصلاة، والذكر قراءة القرآن، والذكر التسبيح والدعاء وذكر الله، والذكر الشكر، وكذلك الذكر الطاعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المذكر كما وصفه الله عز وجل وخاطبه وسماه. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر إنما أنت مذكر. صدق الله العظيم. المذكر اسم ووظيفة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لما أمره الله سبحانه وتعالى أن يقوم بتذكير الناس بالله وبما يدل على وجوده سبحانه وتعالى من آيات الكون وما فيه. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه وذكر الناس داعيا إياهم إلى الله واتباع دينه بطرق شتى وعلى أصعدة مختلفة. فهو صلوات الله وسلامه عليه بعد أن أنذر عشيرته الأقربين وجهر بالدعوة في مكة، رحل من أجل التبليغ كرحلته إلى الطائف، ثم كلف من أسلم بتبليغ من لم يسلم، كما أرسل الرسائل لتبليغ الملوك والأمراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله العظيم. لا تحزني، لا تحزني يا أم خالد، لقد عاش زوجك في طاعة الله ونعم بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العفو له ولنا جميعا. والله لولا خوفي مما سمعته لذهب عني بعض هذا الحزن. ماذا سمعت يا خالة؟ عندما حضرت زوجي الوفاة سمعته يقول: ليتها كانت كثيرة، ليتها كانت كثيرة. أبا خالد، أبا خالد، ليتها كانت الجديدة. أتسمعني يا أبا خالد؟ ليتها كانت الجديدة. ما هي يا أبا خالد؟ ليته كان كاملا. أنا ليته كان كاملا. هذا ما كان يقوله عندما حضرته الوفاة. ليتها كانت كثيرة، ليتها كانت الجديدة، ليته كاملا، ليته كان كاملا. هذا ما كان يردد وهو يفارق الحياة الدنيا إلى الدار الباقية. ما معنى هذا؟
أدري من ذلك شيئا. هذا ما يحزنك؟ نعم يا ابن أختي، أهي ذنوب يندم عليها؟ هي ماذا؟ سأعرض الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعل فيما قال زوجك خيرا إن شاء الله. أبشري، أبشري يا خالة. ماذا يا ابن أختي؟ أبشري، لزوجك في الجنة إن شاء الله. وكيف عرفت بحق الله؟ ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفتاني. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إن زوجك كان ذات يوم جمعة يسعى مهرولا إلى المسجد، فوجد في الطريق رجلا ضريرا وليس معه من يقوده. نعم نعم. فأخذه بيده إلى المسجد. نعم. وعندما حضره الموت رأى ثواب ذلك، فقال ليتها كانت كثيرة، ليتها كانت كثيرة. أي أنه كان يتمنى لو كانت المسافة التي قاد فيها الشيخ الضرير كثيرة. هو ذلك كما قال رسول الله. الحمد لله. وفي يوم من أيام الشتاء القارس كان زوجك يسعى لصلاة الصبح، فوجد رجلا بالطريق يكاد يموت من شدة البرد. نعم نعم. وكان زوجك يلبس حلتين، إحداهما جديدة والأخرى قديمة. أجل. فأعطى الرجل الحلة القديمة، وعند الموت رأى ثواب ذلك فقال ليتها كانت الجديدة. الحمد لله. قل لي، وماذا عن قوله ليته كان كاملا؟ أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن زوجك كان في أحد الأيام راجعا إلى داره. أم خالد، يا أم خالد. نعم، ها أنا ذا يا أبا خالد. ماذا عندك اليوم من طعام؟ ما عندي إلا رغيف من خبز الشعير. نعمة الله التي قسمها لنا اليوم، هات الرغيف لنصيب به غداءنا. بسم الله الرحمن الرحيم. من بالباب؟ سائل فقير جائع. ماذا عندنا لنعطي السائل؟ عندنا الرغيف يا أمت الله. الرغيف؟ سأعطيه نصف الرغيف ونصيب غداءنا بنصفه الآخر. أرأيت يا خالتي، إلى نصف الرغيف ذاك الذي أعطاه زوجك إلى السائل؟ نعم نعم والله، إني أذكر ذلك اليوم. عندما أدرك زوجك الموت ورأى ثواب نصف الرغيف قال ليته كان كاملا. نعم نعم والله، ليتنا أعطينا السائل الرغيف كاملا. يا طير، فما حال الأفياء على مثواه؟ ما حال حماه؟ ما حال القبة والأنسام العطرية؟ ما حال الروضة والنفحات النبوية؟ ما حال المسجد والمحراب؟ ما حال مآذنه الداعية بألف صلاة وألف سلام؟ غدا لنا لقاء
مع العطر والشذا والنفح العلوي من شمائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الشمائل المحمدية.